الثاني ياسين الرهيبي يتلقى تحية كبيرة. ياسين الجماهير تقدر الجهد الكبير الذي بذله ياسين الرهيبي في لقاء اليوم. البديل الذي يشارك الآن أمام أوراق المدرب لوكاس أتلاراس قادم من نادي رين. هذا الموسم كل مدرب دفع بالأوراق الثلاثة. اللاعبون على أرضية الميدان يكملون أحداث اللقاء. خمس دقائق من نار، خمس دقائق عصيبة على كلا الفريقين. غرناطة يسعى لفتح